ولنقاش مجريات جلسة تسمية رئيس الجمهورية ينضم إلينا عبر خدمة سكايب الباحث السياسي دكتور حامد الصراف. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير عليكم. مساء النور دكتور. كيف يمكن قراءة إفشال الإطار التنسيقي للجلسة الثانية على التوالي بعد الجلسة التي عقدت السبت الماضي؟ في البداية شكرا جزيلا على الاستضافة، تحياتي لكم ولجمهوركم المشاهدين الكرام. الحقيقة هذا العمل يندرج ضمن صراع محتدم قلنا قبل أشهر منذ نهاية انتهاء الانتخابات وفرز النتائج وحدوث الاستقطاب ووصول الصراع السياسي بين الإطار والتيار الصدري إلى ما يسمى بسياسة كسر العظم. الحقيقة هذه ليست جديدة لأنه تقف وراءها أيضا قوى إقليمية ودولية، ليست فقط العملية عملية صراع داخلي في داخل العراق وإنما صراع إقليمي دولي. يعني إيران تقف وراء الإطار التنسيقي وتدعم بكل قوة مع الميليشيات الولائية، ومثل ما نعرف أنه أمريكا والغرب والناتو الآن يقف إلى جانب الطرف الآخر، خصوصا أنه التحالف الثلاثي أو ما يسمى إنقاذ وطن الحقيقة يندرج ضمن هذا العمل الآن. الصراع محتدم لأنه ليس صراعا محليا على الإطلاق، صراع إقليمي دولي. لذلك أنا أعتقد هذه هي الخطوة المكملة لما بدأت العملية السياسية البائسة الفاشلة التي بنيت على باطل، فكل ما يجري الآن هو باطل الحقيقة. نعم، أداة أساسية من مما تشهده الحياة السياسية في العراق هي ما أصبح يعرف بالثلث المعطل، وهي الصيغة التي تم ابتكارها نسخا عن النموذج اللبناني. إلى أي مدى ستؤدي لإفشال وتعطيل الحياة السياسية هذه الأداة؟ الحقيقة هي هذه اللعبة اللي مثل ما قلت، يعني عملية تجميد وعملية مراوحة لا يجني الشعب العراقي منها أي فائدة، كما لم يجني الشعب اللبناني الشقيق أي فائدة من عملية أيضا بائسة، لأنه زرعوا ميليشيات وزرعوا ثلث معطل في البرلمان اللبناني. وهذه العملية أنا أعتقد ممنهجة، ليست لم تأتي عفويا ولا اعتباطا من أجل وضع المنطقة دائما على مثل ما يقال على فوهة بركان، وتبقى عاد القوى الوطنية إذا كان في لبنان والقوى الوطنية العراقية الحقيقة تجتهد وتحاول تخليص البلدين من هيمنة الصراعات الإقليمية والدولية من إيران وأمريكا والغرب عموما. هذه الحقيقة قدر العراقيين وقدر اللبنانيين للأسف الشديد أن تكون العملية السياسية بهذا الشكل المبرمج. نعم. ضد صالح شعبي. دكتور، إلى متى ستستمر هذه الصيغة بالثلث المعطل وتعطيل اختيار رئيس الجمهورية للعراق؟ يعني أنا غير متفائل في كل ما يجري الحقيقة، وحتى وإن انتهت العملية إلى اتفاق إلى تسوية ما، يعني أن تشكل يعني كان يكون يكلف رئيس جمهورية ويعني أيضا يتفق على مرشح لرئاسة الوزراء وتشكل الحكومة، لكنه الأزمة أزمة نظام الحكم إذا كان في العراق وفي لبنان لن تنتهي بأفق قريب على الإطلاق. أنا أقول لأنه الشعب العراقي والشعب اللبناني في واد، والنظام السياسي أو المنظومة الفاسدة إذا كان جزء منها ولائي وإذا كان جزء تابع للغرب أمريكا وفرنسا وغيرها والحلف الناتو، الحقيقة هذه لا تمت بصلة بمستقبل العراق ولا مستقبل لبنان. لذلك أنا أعتقد الأزمة أزمة النظام الحكم في العراق وفي لبنان ستستمر.
نعم دكتور، باعتباركم أشرتم لنقطة مهمة تتعلق بالنظام السياسي في العراق، والذي يعتمد على البرلمان كفاعل رئيسي في تسمية رئيس الجمهورية الذي يملك منصبا شرفيا، وبعد تعليق هذه أو تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تم تحويل الجلسة لجلسة اعتيادية وتصويت على عدد من اللجان كالكهرباء والطاقة والاقتصاد والتجارة. كيف يفسر اللجوء لعقد جلسة اعتيادية بغياب أغلبية النواب؟ ذر الرماد في العيون هذه اللجان. كما يقال ذر الرماد في العيون، يعني أولا تلهية الناس أنه هناك جلسات، هناك برلمان، وهناك أيضا لجان يدعون أنه هذه اللجان الحقيقة بها تخصص وبها كذا، لكنها كلها تندرج ضمن نظام محاصصة مقيتة ولجان فاسدة لا يمكن التعويل عليها في إنجاز أي شيء، طالما هناك عقدة موجودة في هذا النظام وهي توزيع المناصب الأساسية في الدولة. نعم. كان يكون رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء فيما بعد وتشكيل الحكومة الكابينة الوزارية. هذه العملية الحقيقة عملية بائسة مثل ما قلت، نظام فاشل، نظام فاسد، لذلك لا يعول على أصلا وجود البرلمان نفسه بحد ذاته هو جاء بانتخابات مزيفة وبمشاركة بمقاطعة وبرفض عراقي واضح، أكثر من 85% رفضوا الانتخابات. نعم. الأخيرة دكتور، إذا ركزنا على جزئية غياب النواب عن هذه الجلسات، إلى أي مدى يمكن القول فعلا أو تشكيك فعلا في شرعية البرلمان الذي يختار لجان تمثل عدد من القطاعات بغياب أغلبية النواب؟ عزيزتي، الشيء الواضح هو أنه لا يوجد ترابط بين ما تم الوصول إليه من ما يسمى انتخابات وممثلي الشعب، لا يوجد ممثلو للشعب العراقي في تسمية باطلة اسمها البرلمان أو اسمها مجلس النواب، فلذلك الغياب والحضور سيان. يعني من يقول أنه الجلسات التي عقدت هي الأرقام، أرقام الحضور هي كانت صحيحة 102 بالجلسة الماضية، إن لم يكن أقل من هذا العدد. وطبعا الغياب أيضا غير مبرر لإدعاءات باطلة بأسباب التمارض وأسباب التسجيل بالمستشفيات وغيرها. إذن القضية قضية يعني مسرحية هزيلة لا تعدو كون أنه العملية تدار من قبل أطراف خارجية ليس لها علاقة بمصلحة الشعب العراقي على الإطلاق. هذا هو الحقيقة، المشاهد التمثيلية المبتذلة اللي نشوفها إحنا حتى في مجلس النواب، لا غرابة في ذلك. هذا هي كل دورات مجلس النواب السابقة كانت نفس الشيء. ماذا جنى الشعب العراقي من مجلس نواب إذا كان في الدورة السابقة واللي قبلها واللي حاليا؟ كيف يمكن قراءة المساعي الإيرانية لوحدة الصف الشيعي بين قوسين كما تدعي، ومحاولة الإصلاح بين الأطراف السياسية للتوصل إلى تشكيل حكومة وتسمية رئيس الجمهورية؟ هو ما يهم إيران هي أنه بقاء الطائفة مهيمنة، يعني العملية عملية محاصصة طائفية. إيران يهمها أن يبقى ما يسمى البيت الشيعي الذي هدم منذ سنوات طويلة، ووضحت الصورة، صورة تهديم هذا البيت الخرب على يد ثوار تشرين، عندما ثار شباب الوسط والجنوب اللي هم متضررين أكثر من غيرهم، فقراء الشيعة عندما ثاروا على أغنياء الشيعة الطبقة الطفيلية الفاسدة، لكن إيران أصرت وتصر على أنه تبقى هذا البيت، لأنه يريدون يفوتون فرصة المفهوم الوطني للعراقيين، يعني أن يكون هناك تمثيل وطني حقيقي أو مشروع وطني حقيقي، لذلك تبقي هذا التقسيم الطائفي العرقي الحزبي المناطقي إيران تستفيد منه، لأنه هذا هو ديدن الحقيقة من أضر بمصالح الشعب العراقي، أنه يبقى نظام المحاصصة المقيتة ويفوتون الفرصة على أن يعيد الشعب العراقي وحتى وصف الوطني والحفاظ على سيادته الوطنية واستقلال قراره السياسي. هذه الحقيقة هي
المشاكل اللي الآن تواجه الشعب العراقي، قضايا مصيرية، قضية وجودية بسبب تدخل إيران وأمريكا في كل التفاصيل الحياة اليومية في العراق. بالعودة إلى جزء أساسي من الواقع السياسي في العراق، وهو الشعب الذي خرج للشارع وأسمع صوته للسلطة السياسية، ما هو دور الثوار الذين طالبوا بإزالة كل هذه المنظومة الحالية في ظل تعثر تشكيل الحكومة وتعثر أيضا اختيار رئيس الجمهورية والفشل في تلبية المطالب التي رفعت في الشارع؟ الشعب العراقي الآن يعني يبدو من المشهد الخارجي أنه هو ينتظر، لكن في الحقيقة هو يغلي. الحال الآن في الشارع العراقي فعلا يغلي، لأنه العملية يجب أن تفضي إلى شيء يفيد العراقيين، وهو أنه إنهاء هذه العملية السياسية البائسة وإسقاط هذه الطغمة الفاسدة إذا بصراع فيما بينها، وهذا هو اللي يحدث الآن. وكأنه العراق الشعب العراقي يتفرج على هؤلاء يتقاتلون ويتنافسون ويتصارعون، والقادم أسوأ سيكون بالنسبة لهم، بالنسبة لهذه الميليشيات والأحزاب المتنافسة على مراكز النفوذ والثروات والامتيازات. إذا كان العمل بهذا الشكل الحقيقة، فالشعب العراقي سوف ينأى بنفسه عن ما يجري من صراع وممكن أن يكون اقتتال فيما بينهم. أما إذا العملية سويت فيما بينهم، ف لكل حادث حديث الشعب العراقي سوف يتخذ قرار كما اتخذ قرار شباب تشرين في 2019 عندما خرج الشارع وقضى مثل يكون يعني مضاجع هؤلاء الفاسدين. العمل لم يتوقف، بعد هناك غليان، هناك جمر تحت الرماد. سوف نشاهد قريبا ان شاء الله ان الشعب العراقي سيقول الحاسمة في كل ما يجري. شكرا جزيلا لكم الكاتب السياسي دكتور حامد الصراف، حدثتنا عبر خدمة سكايب.